خلينا نتكلم عن منتخب تحت 22. اليوم أعلن الكابتن خالد البرون الأسماء التي ستشارك معه في المعسكر. خلينا نطلعها بين الأوراق الزحمة اليوم. خالد البرون اختار القرون 28 لاعب للمشاركة في المعسكر الإعدادي في الإمارات خلال 17 من فترة 17 أكتوبر الحالي حتى نوفمبر، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب للاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس آسيا تحت 22 سنة بعمان. اللاعبون هم طبعا بنقولهم بشكل سريع: محمد العويس صالح القميزي من نادي الشباب، عبد الرحمن السعيد وعبد الرحمن الصانع وخالد الكعبي من الهلال، من النصر عبد الله النصار ومصعب العتيبي وعلي فتيني، من القادسية مالي دعسيري، من الاتفاق إبراهيم الإبراهيم وعلي الزعقان، من التعاون ثامر المشيقح، من الرائد أحمد الكسار، من النادي الاتحاد فواز القرني وفواز الخيبري ومحمد العمري، ومن الأهلي معتز الموسى ومحمد ألفتير ومحمد مجرشي وسلطان السوادي وسعيد المولد وزكريا عبد الخير وأحمد العوفي وإسماعيل مغربي، ومن نادي حطين وسام يعقوب، ومن نادي أحد نادر فلاتة، ومن نادي نجران متعب النجراني وأحمد جمال حبيب. هذه 28 اسم. الملفت في الأمر طبعا وجود لاعبين من أندية الدرجة الأولى من حطين ومن أحد في هذه البطولة. خليني أسأل سعيد عن هذا التوجه الجديد. الآن يبدو أن المنتخب تحت 22 هو اللي حيشارك في بطولة غرب آسيا حسب ما ذكر. سعيد، وجود لاعبين من أحد من حطين، هذا يعني ربما شيء مختلف نشاهد للمرة الأولى لمشاركات بهذه الطريقة. يبدو أن المنتخب الفئات السنية الآن المنتخبات بعد التفرغ لها وأن كل منتخب مشرف عليه كادر متخصص صاروا قادرين أنهم يعني يكتشفون لاعبين كثر، هل تتفق معي؟ بالضبط أخوي عادل، وأتصور برضه أضيف على كلامك أنه تجديد الثقة في المدرب الوطني والإشراف على هالمجموعة هذه من اللاعبين، أتصور أنه هو قريب من اللاعبين في كافة الأندية، وليست محصورة على الأندية الممتاز أو الدرجة الأولى فقط. أتصور أنه خالد القروني برضه كان له خلال فترات ماضية لما كان أتصور في نادي الرياض لدرجة الشباب، ممكن هالشيء هذا بيزيد بيخدم بشكل كبير، لكن المشكلة مش هنا، المشكلة ممكن نخاف عليهم من ريكارد، يعني لا يستدعيهم لمعسكرات المنتخب الأول بعد بروزهم. ما يقصر عادهم ما شاء الله.